المقاومة بالنسبة لإلي شيء مقدس. نحن منلاقي حالنا من المقاومة، نحن الأشخاص اللي منقدر نقدم إشياء بالإنماء، إشياء بالصناعة، نحن منكمل شغل المقاومة، نحن منخلق البيئة الحاضنة للمقاومة. ما معقول حدا بيطلع بيقاوم بيستشهد بيقدم دم وبده يرجع على بيته ما يلاقي لقمة خبز ياكلها. الاستراتيجية الدفاعية، أو خلينا نبلش من قبل، نحن المقاومة انوجدت لأنه كان في احتلال لأرض، وكل ما في احتلال ضروري يكون في مقاومة. اليوم نحن شو في عنا أحلى من المبدأ المثلث الذهبي، جيش الشعب والمقاومة. أول شيء أنا حكون عضو بكتلة لبنان القوي، بس إذا بدك رح كون ممثل الثنائي الشيعي فيه. يعني أنا اليوم حكون على تواصل يومي مع جميع الأفرقاء، وأنا وظيفتي أن أقرب وجهات النظر بيناتهم. ترشح مطلق شخص هو مبدأ ديمقراطي، وهو هيدا واجب لازم كلنا نحافظ عليه كاللبنانيين. اليوم ترشح الشيخ حسين زعيتر أو تسميته من قبل الثنائي الشيعي، هيدا لأنه الثنائي الشيعي أخذ قرار أنه يكون التسمية لشخص حزبي يحمل بطاقة، بينما أنا صديق للثنائي الشيعي وللحزب تحديدا وللحركة كمان. أول شيء نحن نعتبر دولة الرئيس أنه هو قامي وهامي، شخص نحترمه ومنجله، وجاي من مدرسة السيد موسى الصدر اللي هو أب روحي، إذا بدك مثل الأعلى بالحياة، فأنا بكنن له كل احترام.